الغيرة، روفانات نطارة بالعاصفة. حر لاهب وسط عواصف رملية تقتلع ما بقي من خيام النازحين المهترئة، وحكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشياع السوداني كسابقاتها لا تعبأ إلا بجيوبها وطريقة تقاسم كعكة الميزانية التي تجاهلت هموم العراقيين لا سيما النازحين منهم. تجاهل حكومي مستمر لتقديم المساعدات الإنسانية لآلاف النازحين أو ضمان إعادتهم الآمنة لمناطقهم التي تسيطر عليها الميليشيات في ظل ظروف مأساوية يعيشها النازحون في مخيماتهم التي انتشرت فيها الأمراض الجلدية نتيجة شح المياه، الأمر الذي فاقم الأوضاع الإنسانية هناك. النهار العاصفة راحت غراضنا، راحت موادنا، راح كل شيء عندنا، واحنا الناشد اهل الطيبين واهل الغيره محتاجين مبردات، محتاجين اغراض. مناشدات لا تجد صداها بين أوساط السياسيين مع ارتفاع درجات الحرارة وحاجة النازحين إلى وسائل تخفف عنهم حر هذا الفصل الذي تصل درجات الحرارة فيه إلى نصف درجة الغليان، فيما يحمل الناشطون الحكومة مسؤولية سلامة النازحين في ظل هذه الظروف الصعبة. هموم تقابل بقرارات متخبطة لا تراعي أوضاع النازحين وحاجتهم لمكان يوفر لهم أدنى مقومات الحياة الكريمة بعد 9 سنوات من التغريبة العراقية التي تحولت إلى وصمة عار في جبين العملية السياسية وأحزابها الفاسدة. أريد هذا المخيم، أريد بس يرجعوني للديار نتنظم الحظر. إذن هو تهجير مركب تسعى الحكومة من خلاله إلى الإمعان في إلحاق الأذى بالنازحين بدلا من تهيئة ظروف عودتهم لمناطقهم المستباحة من قبل الميليشيات بعد استغلال مفضوح لمعاناتهم من قبل السياسيين وتحويلها إلى دعاية انتخابية على حساب همومهم وآلامهم.